لحظة باش نهنيو أنفسنا ونهنيو كاع الاتحاديات والاتحاديين بعقد المؤتمر الحج. احنا اول حزب اللي عقدوه في ظل الظروف الاستثنائيه اللي كتعرف على الجائحه، الحمد لله تمكنا نعقدوه. تابعتوا معنا الاخراج الجميل التقني 12 جهه في المغرب وثلاثه على برا، هادشي كامل عطى بان الاتحاد دائما فيه واحد الروح الابداع، دائما فيه واحد الروح المبادره. فيما يخص التشبيب والتانيث، اولا الاتحاد كان سباق من الاحزاب المغربيه السباقه اللي تحدثت على بانها كاع الاجهزه تكون فيها 10% الشباب. طبعا الاتحاد كان سباق فيما يخص المناصفة وفيما يخص المسألة النسائية بأنها تكون حاضرة، ماشي فقط للتأتيت ولكن بقوة اقتراحية عميقة داخل تنظيماتنا الحزبية. أعتقد بأن كلمة الأخ الكاتب الأول كانت فيها إشارات في هذا الجانب، وإشارات اللي أنا بذكاء الأخ الكاتب الأول قادر على تنزيلها، خصوصا بعد لحظة الإجماع اللي لاحظتها معنا كاملين وراء الأخ الكاتب الأول ومناشدته على تقديم الترشيح لقيادة الاتحاد مرة أخرى. طبعا في ظل الوضعية السياسية اللي عارفها الاتحاد اليوم في اصطفاف المعارضة، خصو قوة اقتراحية قوية تتجلى في الشباب اللي دائما رافعين البرة، دائما عندهم سقف المطالب كبير. وطبعا كحقوقيين وكديمقراطيين وكاشتراكيين نناضل من اجل المناصفه تكون مناصفه واقعيه في تنظيماتنا الحزبيه. نعم، ملي كنتكلموا على التانيث، امتى ممكن نلقاو انه امراه على راس قياده حزب الاتحاد الاشتراكي؟ اولا ما خصناش نبقاو نهضروا المساله ديال المناصفه ومساله التانيث بمنطق ريعي او منطق قطاوي محض. راه منين تنضج الامور وتكون واحد القياده شابه وكانت مذكره او مؤنثه، واحد القياده كما قلتي انت يمكن امراه قادره على قياده الاتحاد، اعتقد بانها الاتحاديات والاتحاديين لهم من الذكاء بانه ينصروا هذه المساله.